أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خير فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.